نرجو من السادة المستمعين البرنامج نهج التريبينال على EFM واللي نفوسهم رهيفة أن البرنامج يمكن يتضمن وصف الوقائع صادمة بالنسبة لهم، ونزيد نوصيهم أثناء الاستماع البرنامج نهج التريبينال على EFM ما يكونوش مصحوبين بالأطفال متاعهم. نهج التريبينال على EFM. قضية اليوم صارت أحداثها عام 2003 في قرية جبلية اسمها بيلفيو في ولاية إيداهو الأمريكية، بلاصة ما يجيها حتى حد وما فيها كان سكانها، وعمرهم ما شافوا جريمة وإلا عملية متاع سرقة. الناس الكل يعرفوا بعضهم من سنين وكل واحد مستكفي بنفسه. صباح الخير يا جاري، انت في دارك وانا في داري، معناها حتى حد ما كان يتوقع ولو للحظة الشيء اللي صار في هاك الصباح متاع اواسط شهر سبتمبر. الاحداث هذه صارت في دار لي جونسون. ألان اللي هو بيزاجيست، يعني اختصاصي في تهيئة المساحات الخضراء، ومرتو ديان اللي هي ربة البيت، ما تخدمش وغرامها بالكوجينة النهار وما طوله، وهي تصنف وتمربط تستنبط في اليروسات، وحتى واحد ما كان يتصور الشيء اللي بش يصير في النهار هذاك. مع وجوه الصباح هكا الوقت اللي يبداو يذنوا فيه السرادك، السرادك متاعهم بطبيعة الحال، على خاطر السرادك متاعنا البوصلة متاعهم دخلت بعضها ولاو يذنوا حتى في نص الليل. الحاصل الجيران في هكا الفجاري سمعوا طلقتين متاع كرتوش شقوا السكات متاع كجبل. الناس ما فهموش اش فما، لأنه أول مرة تصير عندهم حاجة كمن هذه، وما كانوش مهيئين باش يواجهوا المأساة اللي تستنى فيهم. لكن هالطلقتين متاع الكرتوش وصل اخبارهم للشرطة وجات تونون. الشيء اللي باش يلقاوه الشرطة في دار لي جونسون كان على غاية كبيرة من البشاعة. المرأة ديان في الفرش متاع بيت النوم متاعها تعوم وتختص في الدم، لحيوت الكل متشوشين، ومبدئيا ضربت بكرتوشة في راسها وهي في خطاية نومها. بجنب الفرش راجلها ألان مكبوب وبكله عريان ويعوم ويغطس في بركة متاع دم، هو زاد تضرب بكرتوشة لكن في صدره، وكيف كيف صاحب الأمانة هز زمانته. والشرطة استنجوا أنه وقت اللي تضرب الدوش اللي كانت منها البيت النوم قعد الماء يمشي فيها حتى لين جات الشرطة، والأرجح أنه ألان هو اللي كان يدوش. يحذر في روحه باش يمشي للخدمة متاعه، وكان يخدم بكري. الشرطة من جملة ملقاو كارابينة في القاعة ما بين بيت النوم والكولوار كاليبر 264، الكارابينة هذه متاع مسيد، أكل لي كرتوشة واحدة منها تقتل فيل، تقعيه على ركايبه وتخليه يبلع لسانه وخرطومه مع بعضهم. بجنب الفرش القاو زوز سكاكن محطوطين ومستويين بحذا بعضهم، السكينة بحذا أختها، ووجود هالزوز سكاكن حير المحقين. ايش معناها الوضعيه نتاعهم هذيك؟ زعما علامه من هاك العلامات اللي يخليهم العصابات الاجراميه بعد تنفيذ عمليه قتل؟ ايش مجيب العصابات الاجراميه القريه جبليه رايضه وعصفرها تورور كيما بيلفيو؟ وشنية المشاكل اللي تنجم تكون عند ألان ومرتو ديان باش يدخلوا في دوامه متاع تصفيات حساب مع مافيات وقتله؟ لهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، سارة اللي عمرها 16 سنة هي بنت هزوز ضحايا ألان وديان، وهي اللي مشات طلبت النجدة من الجيران وهما بدورهم طلبوا 911. حسب قوالة قالت اللي هي سمعت الطلقة الأولى وفاقت من خطاية نومها، اتهزت وتحطت من خطاية نومها وتنطرت من الفرش مشات البيت النوم. هي مازالت كي حلت باب بيتها وخرجت وتسمع في الطلقة الثانية، وبعدها حفلة متاع واحد خرج جيجلي. حسب قوالها ما رتوش بالكل، وما خلطت البيت نوم أمها وبوها كان ما الجرائم الزوز تموا.
ووقتها خرجت كما تقول حمرة عريانة وبدأت تسيح. أول جيران عرضوها دقت عليهم الباب وحكت لهم باللي صار. 911, what is your emergency? There have been 2 gunshots. Okay, where's the shots coming from? The daughter came over here and said that somebody shot her parents. في مجريات هالأحداث المحققين وقت اللي جاوا خلف الجثث والكارابينة والزوز سكاكن اللي لقاوهم لقاو سكينة أخرى محطوطة على فرش خوسارة. خوسارة اسمه ماتيو، عمره 22 سنة ومن حسن حظه ما كانش موجود في الدار نهارة الواقعة. كان يقرأ في الجامعة ويبات في المبيت متاعها، لكن الإشكال أنه الدافع متاع الزوج جرائم ما كانش السرقة، لأنه حتى حاجة ما تهزت من الدار وما ثم حتى أثار متاع تبربيش أو تفتيش على وثائق وإلا أشياء ثمينة. وفوق من هذا اللي دخل الدار ونفذ العملية لخلع باب ولا شباك، والشي هذا خلى نقطة استفهام قدام المحققين. في المرحلة هذه يلزمكم تعرفوا أن عائلة لي جونسون كانت عندهم في الملكة متاعهم اون ديبندانس كيما نقولوا استديو، واستديو هذايا كانوا كارينو الواحد اسمه ميل سبيغل، عمره 40 سنة ويخدم إلكتريسيان. ما كانش موجود وقت اللي صاروا الجرائم، والشرطة وقت اللي دخلت الاستوديو متاعو اللي كان يسكن فيه لقات على الفرش متاعو مكبرة متاع كارابينة، معناها الليونات وإلا الفيزور اللي يحطوه على الكارابينة باش يقمروا بيه في حاجة من بعيد. هالفيزور هذا كان في وسط الفرش بالضبط كيما السكينة اللي تحطت على فرش ماتيو خوسارة. وكي سألوا على ميل سبيغل هذا وينو، الجيران قالوا لي هما ما شافوهش نهارة الواقعة، أو بالتحديد ليلة الواقعة، معناها ما باتش في دارو. والمحققين ما نجموش يتصلوا به وما لقاو له حتى ثنية. الظاهر أنه هرب وخلى أهل البلا في بلاه، والاختفاء متاعو هذا باش يخليه على رأس القائمة متاع اللي يمكن يكونوا متورطين في قتل ألان وديان، هذا إذا ما يكونش هو المتهم الرئيسي والوحيد. في مجريات هالأحداث الشريف متاع بيلفيو رغم أنه في منطقة ما يصير فيها عادة حتى شيء كان صاحب تجربة ويعرف يتصرف مليح في الحالات هذوم. وأول حاجة طلبها من الأعوان متاعه أنهم يوقفوا الكاميون متاع رفع الفضلات، وخلينا نقولوا كاميون الزبلة اللي كالعادة يتعدى كل صباح ويهز البوبالات، أمرهم باش يوقفوه قبل ما يوصل المكان الجريمة. وهكاك المحققين ينجموا يفركسوا الحاويات متاع الزبلة الكل في عقلهم، بطبيعة الحال باش يفركسوا على أدلة أو قرائن عندها علاقة بالجريمة. وفعلا الإجراء هذا متاع الشريف جاب النتيجة متاعه، لأنه المحققين لقاو في بوبالة مقابلة الملكة متاع لي جونسون كاب دوبع أو بينوار اللون متاعه روز، ولقاو في وسطه زوز أنواع متاع غواندوات، زوزين جلد وزوزين كاوتشو أو لاتكس. ولقاو في المكاتب متاع الكاب دوبا كارتوشة من عيار 25. الكارتوشة هذه ما هيش مطابقة نوع الكارتوشة المستعمل في المكحلة اللي لقاوها بحض الزوج جثث. يقول القائل علاش هالاكتشاف هذا بالذات عنده أهمية؟ ربما عنده علاقة بالجرائم. الحاجة الوحيدة اللي يمكن تربط الأشياء هذوما بالواقعة هما بقايا دم صغار برشا دوبلاش ما يتشافوا كانوا موجودين على الكاب دوبا هذا، يعني المجرم استعملهم، يعني الكاب دوبا والجواندوات، ومن بعد تخلص منهم ارميهم في الزبلة. في المرحلة هذه وكما قلنا لكم ميل سبيغل ولا هو المتهم الرئيسي، والمحققين افترضوا أنه قام بالعملة متاعه وهرب. لكن السؤال أشنو هو الدافع متاعه؟ الراجل كان يسكن عند لي جونسون أكثر من 10 سنين وعلاقته بهم أكثر من الباهية، لأنه حسب الناس كانوا هو وآلان وديان الزوز ضحايا صحاب وعمرهم ما تعاركوا ولا صارت بيناتهم مشاكل. شنو هو اللي باش يخلي ميل سبيغل ينتقم منهم بهك الطريقة البشعة هذيك؟
شنو اللي عملوله وعلاش بالمسلط غاب وقت اللي هما تقتلوا. في تواتر هالأحداث ما تعداش نهار والشرطة وقفوا مال سبيغل في بويز، عاصمة ولاية إيداو اللي تبعد 250 كيلومتر على موقع الجريمة، دار لي جونسون. اش يعمل السيد غادي؟ الإجابة بسيطة، كان يعدي في الويكاند بحذا عائلته، وشهادات أفراد العائلة والجيران وحتى العامل اللي يخدم في الكيوسك واللي عبى من عنده ليسانس تخليه بعيد تماما على الشبهات. وفي التحقيق معاه مال سبيغل قال للشرطة أنه مكحولته كانت موجودة في البلاكار، وعادة ما يخرجها باش يستعملها كان كي يبدأ ماشي للمسجد. إذن شكونها اللي يدخلوا للستوديو نتاعه وهزها ونفذ بيها الجرائم؟ ولهنا إذا كان ما هوش هو القاتل، الفرضية متاع أنه المجرم اللي قتل حب يورته وينسب له كل شيء. المحققين وقت اللي سألوا مال سبيغل وقالوا له تشكش في حد، قالوا لهم أقرب واحد يقوم بعملة كي من هذه هو برينو سانتوس. أشكون سي برينو سانتوس؟ شاب مكسيكي الأصل وكان يخالط في سارة بنت الضحايا وكانت عندهم علاقة حميمية. برينو سانتوس هذا كان مهاجر غير شرعي، معناها دخل الولايات المتحدة خلصة، حرق كما يقولوا، وما حرقش وحده، كانوا معاه أم وبوه وإخواته اللي أصغر منه. برينو سانتوس هذا كان لا خدمة لا قدمة، يبيع في الريح للمراكب ومتورط في برشا أمور مشبوهة من المخدرات للسرقات، وما هوش الشاب اللي يتمناه البول بنته. برينو سانتوس هذا طفل يعمل الكيف وما تابعه وماشي بخطى ثابتة في طريق الإجرام بمفهومه الواسع. لهنا وباش ما نفوتوكمش بالحديث، يلزمكم تعرفوا أن والدين سارة كان في بالهم بالعلاقة اللي ما بين بنتهم وبرينو، وكانوا رافضينها رفضا باتا، ويحاولوا بكل الطرق باش يبعدوا بنتهم على برينو سانتوس هذا، خاصة هي قاصر وما زالت ما غلقتش 16 سنة. وفي العمر هذا الوالدين مسؤولين مسؤولية تامة على صغارهم. وحسب الجيران أيامات قبل وقوع الجريمة صارت عركة ما بين ألان بو الطفلة وبرينو صاحبها. البو نبه عليه باش ما عادش يدور بالساحة متاع سارة، لكن برينو سانتوس لا سمع ولا فهم. ولهنا ألان بو سارة هز معها نسيبو جيمس فارولد خو ديانا مرتو ومشى لدار برينو هذا. قالوا له كان ما زلت نسمع بيك تدور بصحة بنتي ولا تكلمها ولا حتى تخزر لها، نشكي بيك للحاكم ونقول اللي انت اغتصبتها، ما تنساش اللي هي قاصر، ونزيد نقول لهم اللي انت في وضعية غير قانونية في أمريكا، يعني حارق. وحسب جيمس فارولد نسيب ألان، برينو سانتوس ما عجبوش الكلام هذا، واحتمال كبير أنه خاف لألان بو سارة يشكي بيه. بطبيعة الحال وقتها باش ترسيله في الحبس، ومن بعد يرحلوه هو وأمه وإخواته للمكسيك. ولهنا أكيد راكم فهمتوا أنه هالمعطيات هذه تنجم تكون دافع باش برينو سانتوس يقتل ألان وديان، وهكاكا يتفاضى بسارة من غير ما يهدوا حتى حد لا بالسجن أو بالترحيل. جيمس فارولد نسيب ألان الضحية قال زاد أنه قبل هالعركة هذه سارة كذبت على أمها وبوها وقالت لهم اللي هي باش تعدي ليلة بحذا صاحبتها، وهي في حقيقة الأمر مشات باتت بحذا برينو. بوها ألان دخل وخرج في الحلة وقت اللي فاق اللي هي كذبت عليه. والأدى والأمر أنه وقت اللي بوها وأمها سألوها يا هل ترى تحب برينو هذا وإلا لا، قالت لهم نحبه ونحب نعرس به وحتى شيء ما ينجم يمنعني. في هالمرحلة هذه من القضية الشرطة شدت برينو سانتوس وبدأت تستنطق فيه. المحقق اللي قام بأول استنطاق قال أنه كان قليل أحياء وقبيح وبريتانسيو، وفوق هذا مزاجي برشا كاراكتيريال، معناها ما هو سهل باش الواحد يجبد منه حاجة، لأنه شد صحيح خاطيه، لا قتل ولا استعمل مكحلة ولا في باله أصلا باللي صار.
وفوق هالإنكار هذا قال أنه سارة تحبه اللي هما ناويين باش يعرسوا ببعضهم. وكي سألوه وين كان موجود وقت اللي صاروا الجرائم قال اللي هو كان راقد في دارهم وأمه تشهد بهذا. وفعلا أمه أيدت الرواية متاع ولدها، لكن المحقين ما جددش عليهم، وبالنسبة ليهم برينو سانتوس المعطيات كلها ضده، وصعيب أنه باش يثبت البراءة متاعو. في أول التحقيقات برينو سانتوس كان متعاون مع المحقين، ومن بعد بشوية بشوية ولا رافض حتى باش يجاوب على الأسئلة متاعهم. والمتأكد في التحريات اللي قامت بها الشرطة متاع بيلفيو أنه برينو سانتوس تجاهل تماماً التهديدات متاع بوت طفلة، تجاهل التهديدات اللي نبه عليه فيهم وقالوا لو كان يواصل العلاقة مع سارة باش يشكي به للشرطة من أجل التغرير بقاصر والاغتصاب. لكن رغم ذلك برينو واصل لدرجة أنه ولا يتقابل مع سارة في دارهم وفي بيتها بالذات. معناها واضح اللي السيد ما هوش خايف بالكل، منفخ الناس الكل ومتحديهم. والمحقين وقت اللي فتشوا البيت متاع سارة وقلبوا الفرش متاعها مليح لقاوا آثار متاع سائل منوي على ملاحف، والتحليل أثبت أنه السائل المنوي هذاك متاع برينو، وهو ما أنكرش اللي كان يجيها للبيت متاعها بالدرقة رغم التهديد متاع أبوها. في مجريات التحقيق المحقين اخذوا عينات متاع دم من الصليب، يعني الريق متاع سانتوس والبصمات متاعه، وخلينا نقولوا فحصوه فحص شامل يلقاو شي عنده اي اثر يدل على اقترافه للزوج جرائم. حبوا يعرفوا لنا درجة السيد هذا كان مستعد باش يفك سارة من امها وابوها ويعرس بها كما قال، زعما يوصل للقتل. في المرحلة هذه برينو سانتوس بعد ما عداوا على جميع أنواع التحاليل اظهر ما يحمل حتى حاجة تخليه محل شبهات. لا لقاو بقايا دم، لا أثار متاع طلقات على يديه، وحتى حواج وفحصهم المعمل الجنائي وما لقاو حتى شيء. ولهنا وقع شطبوا من قايمة المشبوه فيهم، واللغز في معرفة شكون القاتل بقى كامل. الشرطة في المرحلة هذه باش تقطع الشك استنطقت سارة، لعل وعسى عندها معلومة، وبالمعلومة هذه يترجع التهم على برينو سانتوس يتخرجوا نهائيا من دائرة الشك. سارة في أقوالها قالت أنه ما عندها حتى علم على نوايا إجرامية عند صاحبها برينو سانتوس، صحيح أنها تحبه وما سمعتش كلام أمها وبوها وتخالط فيه ويجيها للدار بالسرقة ويبات بحذها في بيتها، أما حسب أقوالها ما حست حتى لحظة أنه كان ينوي الشر لبوها وامها، وما شافت حتى شيء في تصرفه يوحي لها اللي هو يحقد عليهم وناوي باش يقتلهم. في الحالة هذه السؤال أشكون مال اللي اقترف في الجرائم؟ الحكاية لا فيها لا انتقام لا سرقة. ولهنا المحقين باش يحاولوا يرسموا الملامح متاع سارة، لعل وعسى يلقاو شي شيء يبنيوا عليه التحريات متاعهم. المحقين وقت اللي سألوا صحاب سارة والجيران متاعها وخوها ماتيو على العلاقة متاعها بأمها وبوها، الكلهم أجمعوا أنه المراهقة متاع سارة كانت صعيبة وأكثر من صعيبة، كانت ديما تتعارك مع والديها وخاصة أمها، فك يدي من شوشتك وما يتعداش نهار ما يأكلوش بعضهم بالعرك. والمحقين عرفوا أنه سارة كانت تاخذ في ليزانتي ديبريسور، تاخذ في مضادات الاكتئاب وبصيفة منتظمة ومبالغ فيها حتى لين ولوها كالدراج. وفي هذا الكل الحاجة اللي حيرت المحقين والمحيط العائلي متاعها هو تصرفاتها مباشرة بعد الواقعة، يعني بعد ما تقتلوا أمها وبوها. الطفلة كانت عادية كأنه ما ماتلها حتى حد، حتى علامة متاع حسرة حتى دمعة ولا شيء كما قال الرجل. لا والله ولا تخرج كالعادة مع صاحبها وتسهر وتضحك وتلعب. هذايا 24 ساعة بعدك الجريمة الفظيعة اللي أمها وبوها مشاو فيها ضحايا.
هالحاجة هذه أثارت الاستغراب وخلت الناس الكل تتسائل في هكا السؤال اللي ما يتسألش واللي حد ما يحب يطرحه كفرضية في القضية هذه. سارة عندها علاقة بالجريمة؟ تكونش هي اللي خطت للتخلص من أمها وبوها وهي بنفسها اللي رسمت كل شيء ونفذت. الناس الكل كانوا رافضين أنهم يفكروا في الاتجاه هذا، لأنه مجرد تصور سارة هي اللي قتلت أمها وبوها في حد ذاته فظيع وأكثر من فظيع. المحققين في الحالات هذم ما يخليوش العاطفة تغلبهم، يحطوا قدامهم كل الفرضيات. أشنو المانع أنه سارة تنجم تكون تخلصت من أمها وبوها باش كما قلنا يخلالها الجو وتتفاضى بعشيقها برينو سانتوس وينجموا يعملوا كما يحبوا ويعيشوا كما يحبوا؟ لكن السؤال، يا هل ترى قامت بالعملية هذه وحدها وإلا ثم شكون عاونها فيها؟ وفي هالحالة أشنو المانع باش ينجم يكون سانتوس شريك في الجريمة؟ المحققين باش يواصلوا في الاتجاه هذا حتى ولو أنه المسألة على غاية من البشعة. كيفاش مراهقة تقدم على فعلك من هذه تقتل أمها وبوها؟ حاجة ما يقبلهاش العقل وصعيب أنها تصير. وهذاك علاش المحققين بقاوا على درجة كبيرة من الحذر. الطفلة مراهقة وكل مراهقين الكل تصرفاتهم ساعات تجيب لهم الشبهات وهما في نهاية الأمر خاطئون. في المرحلة هذه المعلومة الأولى اللي عرفوها المحققين هي أنه سارة كان عندها الدوبل متاع مفتاح استوديو اللي يسكن فيه جارهم ميل سبيغل، وعرفوا زاد اللي هو اعطاها الدوبل باش تجي مريرة ولا اثنين في الجمعة تنظف له الدار وتدبر شوية مصروف أرجون دو بوش. المعلومة هذه ثمينة برشا، على خاطرها كما تعرفوا الكارابينة المستعملة في الزوج جرائم كانت موجودة في البلاكار متاع استوديو متاعو، وأكيد أنه سارة تعرف بلاصتها. لكن هذا ما هوش كافي كدليل إدانة، بالطبيعة يلزم أكثر أدلة وقراءة. في المرحلة هذه الشريف وقت اللي استنطق سارة القى في حديثها برشا تضارب. أولهم وقت اللي قالت أنه الطلقة النارية الأولى فيقتها وهي حلت باب بيتها باش تشوف اش فمها. المشكل أنه المحققين القاوا على حيط من حيوت بيتها بقايا عم تعدم، والتحليل الجيني يعني متاع ليزاديان أثبت أنه الدم هذاك هو دم أمها، ومعاهم شظايا متاع جمجمة يعني فتفات صغير متاع ضم الجمجمة متاعها، فراغمون دوس كرانيا. هذوما منين جاو؟ إذا كان حسب قوالها باب بيتها كان مسكر وقت اللي سمعت الطلقة النارية. ولهنا اللي يلزم نعرفوه أنه باب بيت النوم متاع أمها وبوها يعني آلان وديان كان في آخر الكولوار، والباب متاعها مقابل باب بيت سارة، والمسافة اللي ما بين الزوز بيبان 10 متر. لكن قوة الطلقة اللي ضربت بها الأم متاع سارة في راسها خليت الدم والشظايا يوصلوا حتى لبيتها. لهنا المحققين ما يعتبروش التناقض في أقوال سارة كدليل قاطع على إدانتها، لأنه بحكم أنها مراهقة ومصدومة تنجم تتناقض في أقوالها. بالنسبة لوكيل النيابة يلزم أكثر أدلة وبراهين باش يقع اتهامها رسميا. في مجريات الأحداث الشرطة باش تهتم بالحوايج اللي كانت لابستهم سارة نهارة الواقعة. خذوهم من عندها وبعثوهم للمعمل الجنائي اللي بدأ يحلل في التيشيرت، وكيف حسوه لقاو فوقه بقايا عم تعدهن أخضر، معناها التيشيرت هذاك وقع استعماله من واحد ينجم يكون سارة. واللي حبوا يعرفوه الخبراء متاع المعمل الجنائي، يا هل ترى ثم دم وإلا لا على التيشيرت هذاك؟ وعداوه على مادة اليومينول اللي وقت اللي يحطوا حاجة في الظلام تكشف وجود الدم حتى لو كان يكونوا نكت صغار بالكل. والعملية ما عطات حتى نتيجة، ومبدئيا التيشيرت هذا موقعش استعماله وقت وقوع الجريمة،
لكن لو كنت تفكروا مازالك الكاب دو بان روز اللي لقوا في البوبالة وقت اللي عذاوه على الميكروسكوب من فئة قوية الظهر أصغر المكونات متاع أي شيء طلعوا برشا بقايا أصغار متاع دم وكأنهم أثار متاع طشان جاءوا نتيجة طلقة نارية بعيار كبير. ولهنا ثم حاجة حيرة المحققين، الدم كان موجود في القفاه متاع الكاب دو بان، يعني من تالي مش مقدام. السؤال علاش؟ زعم القاتل لبسه بالمقلوب؟ وشكون قال اللي سارا كانت لبسته؟ ولهنا المحققين وقت اللي سألوا خو سارا وصاحبتها الكلهم قالوا أنه كالكاب دو بان ذاك متاعها، لكن ما ثم حتى حاجة تقول أنها هي اللي لبسته حتى ولو البقايا عم تاع الدم اللي عليه بعد تحليل الحامض النووي لاديان طلعوا متاع أمها. ولهنا المحققين يلزمهم يلقاو علاقة ما بين التيشيرت والبينوار الكاب دو بان. المرة هذه بعثوا كل شيء المخبر مجهز بأحدث التقنيات وقادر على كل أنواع التحاليل موجود في شيكاغو وتستعمل فيه الشرطة الفيدرالية، وهالمخبر هذا توصل بفضل التجهيزات اللي عنده والخبرات باش يلقى بقايا صغار برشا ما يتشافوش بالعين المجردة. القاو بقايا عم تاع دهن أخضر ناتج على الاحتكاك اللي صار ما بين التيشيرت والبينوار، ولهنا بتبيع العثور عليها كان بفضل نوع من الميكروسكوب يضخم الأشياء ملايين المرات. ولهنا المحققين تحصلوا على أول دليل إدانة، سارة هي اللي كانت لابسة البينوار وقت وقوع الجريمة. في التور هذا بقات الحكاية متاع الواندوات اللي كيف كيف وقع الفحص متاعهم وتحليل أثار الدهون اللي فيهم واللي ما تنجم تجي كان من جسم آدمي، وكي نقولوا الدهون يعني العرق اللي خرج من بدن إنسان وفيه الدهون هذيك الآدمية. لا ديان متاع هكا الدهون طلعوا متاع سارة، وبما أنه متوجدوا مع الكاب دو بان ملكمتين في وسطه ولقاوهم في البوبالة معناها استعملتهم وقت اللي قتلت أمها وبوها، واللي باش يورطها نهائيا هو أثار الطلقات النارية على الجواندوات لي تراس دو بودر لاثار متاع غبار الكرتوشه. والمعروف لهنا بالنسبه للمختصين والشرطه انه الواحد وقت اللي يطلق النار بسلاح يدوي ثم غازات يوصلوا له حتى ليديه وفيهم اثار الكسكسي متاع الكرتوشه، والاثار هذه كانت كلها موجوده، وبالتالي سارة وقع ادانتها وايقافها كشخص راشد معناها ماجر، وتوجهت لها رسمياً تهمة قتل أمها وبوها عمداً مع سابقية الإضمار والترصد. القراءة أن الكل ضدها وبالأساس لي بروف ميديكو ليغال. سارة wish you would have talked to Scott, been truthful with him. But as the sheriff of this county, I have a warrant for your arrest for the murder of your parents Diane and Alan Johnson, charged with two counts of murder, and you're under arrest. شنو هو السؤال اللي بقى من غير إجابة؟ علاش وقت اللي فحصوها بكل تدقيق ما لقاوش آثار متاع دم في شعرها؟ مادام الدم رجع على الكاب دو بان وعليها وحتى على حيط بيتها، اشبيه ماهوش فوق شعرها، لأنها استعملت بوني متاع دوش. هكا اللي يحطوها نساء على ريوسهم وقت اللي يجيو باش يدوشوا، وهكاك شعوراتهم ما يتبلوش وسيشوارهم ما يفسدش. والبوني هذا لقاوه الشرطة ورا الكوفيت متاع التواليت محطوط تحت الشاس وعليه آثار متاع دم واضحة. لهنا اكتمل البازل أو اللغز إن صح التعبير. وفي شهر أكتوبر 2003 بدأت المحاكمة متاع سارة وتابعوها الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الناس ما همش متعودين على جريمة بالشكل هذا، أنه مراهقة تقتل أمها وبوها بعد تخطيط وبكل برود الدم ومن غير ما تندم على الفعل متاعها. هذا شيء حتى الأمريكان ما يعرفوهش وما يقبلوهش، وهذاك علاش القنوات التلفزية الكل تصبت في بويز عاصمة اليداو باش يغطيو فعاليات المحاكمة هذه، ومن غير ما نقولوا لكم أنها مسألة أكثر من مربحة ومصدر متاع إشهار فوق الخيال وإعلام العار في كل بلاصة.
المحاكمة متاع ساره بذات والنيابة العمومية عملت تقرير ضافي وشافي على ملابسات هالجريمة وطريقة التنفيذ، واستعرضت الأدلة متاع الطب الشرعي لبروف ميديكو ليغال، وخلت لجنة الحكماء تقتنع مما لا شك فيه والاختلاف بمسؤولية سارة في الجريمة، وما بقات كانت دوافع متاعها واللي ما كانش صعيب على وكيل الجمهورية أنه يحددها. الطفلة كانت في حبك درباني مع برونو سانتوس، وبما أنها مراهقة انساقت وراء مشاعرها، وخاصة وراء ما توفره لها العلاقة الحميمية مع برونو سانتوس، وما كانتش مستعدة باش تسلم فيه، وهذا اللي خلى العلاقة متاعها مع أبوها وامها تدهور بشكل كبير، والعرك اللي صار بيناتهم ظهر أقوى برشا من اللي يوصل للمسامع الجيران أو أفراد العائلة الأخرين. الأمور بيناتهم وصلت الحد أنه سارة ولات ناقمة على أمها وبوها وتفكر في التخلص منهم باش تفرغ لها ثنية وتتفاضى بعشيقها من غير أي تضييقات أو رقيب. ولهنا باش يصير المنعرج الكبير في القضية واللي باش يقضي تماما على سارة وعلى أي أمل في أنها باش تتمتع نهار بالحرية. في مجريات المحاكمة، برونو سانتوس عشيق الطفلة سارة وحبيبها ومهجتها اطلع سامحونا في الكلمة واتي امثل قدام المحكمة كشاهد إدانة، معناها جاء من جانب النيابة العمومية مش الدفاع. صحيح أنه ما قال إلا الحق، لكن لو كان جاي يحبها كما يزعم راهو على الأقل مش هتشي ضدها، لكن ظهر أنه شهد وموقفه مفهوم بما أنه هو وأمه وإخواته حارقين، معناها يعتبروا مهاجرين غير شرعيين، إمكانية طردهم الولايات المتحدة أكثر من واردة، وربما المحققين وعدوه أنه إذا شهد يشوفوا له حل ويعطيه حق الإقامة هو وعائلته في أمريكا. وللشيء هذا برونو سانتوس باع سارة وباع لها أحلامها الكل، رغم اللي هي عملت كل شيء من أجله. في الشهادة متاعه ضدها قال اللي هي صار حتى بنيتها في قتل أمها وبوها، وكأنها كانت تكرههم كرها مقيتا وتحب ترتاح منهم باش يخليوا لها الملكة والفلوس متاعهم في البنكة خلف التأمين على الحياة لاسيرونس في. لكن هو ما منعهاش وما أثنهاش على الفكرة متاعها، وربما كانت تسمع كلامه لأنها تحبه وتبطل الحملة متاعها. Is Sarah Marie Johnson not guilty or guilty of murder of the first degree of Diana Marie Johnson? Answer guilty. في نهاية هالقضية لجنة الحكماء ما بقاوش حتى ساعة يتفاوضوا، وفي ساعة ما أصدروا الحكم متاعهم الحكم هو السجن المؤبد دون إمكانية صراح شرطي، معناها سارة باش تكمل حياتها في الحبس سواء عاشت 70 أو 80، وفي الحبس بعد ما تتجاوز المراهقة متاعها وتفهم أنها جنات على أعز حاجة في الدنيا اللي هما والديها أمها وبوها، وجنات على روحها هكاكة بالدة، وقتها ما عادش ينفع الندم. وفي نهاية الأمر سارة حكيت على السيناريو متاع جريمتها كيفاش نفذت. في السيناريو متاع هالجريمة سارة استغلت الغياب متاع الجار متاعهم اللي كاري من عندهم استوديو، ومشات هزت الكارابينة اللي تعرف المكان متاعها موجود في البلاكار، وليلة الواقعة ما رقدتش بالكل، خباتك المكحلة تحت الفرش وبقت تستنى في وجوه الصباح. بوها قام كالعادة باش يدوش ويمشي للخدمة، وهي لبست الكاب دوبان بالمقلوب باش الدم يجي في الظهر متاع الكاب دوبان مش من قدام، لبست جواندوات وحطت فوق راسها بوني دودوش. امشت طول البيت النوم بتاع امها ولقاتها راقده، اطلقت عليها كرتوشه في راسها، وحس الكرتوشه خلى ابوها يخرج من الدوش عريان، ودوب ما خرج اطلقت عليه هو زاد رصاصه جاته في صدره، الكرتوشه جاته مكانه في قلبه وطاح بجنب الفرش. من بعد باش تضيع الشرطه والمحققين حتى تك السكاكن بحظة بعضهم بالعاني، وخلات اليونات أو الفيزور متاع المكحلة فوق الفرش متاع جارهم مال في استوديو باش تبعد عليها كل الشبهات. وفي الأخر طيشت اللي استعملته الكل في البوبالة واللي لقاوها الشرطة، ومشيت تجري للجيران زعمة تطلب في النجدة. هذا هو في نهاية هالقضية شريط الأحداث، والعبرة من هذا الكل أنه حتى المراهق
قادر على أنه يلبس جبة أعتى المجرمين ويقوم بأبشع الجرائم في حق أقرب الناس ليه وفي حقه. وأكيد راكم فهمتم القضية هذه أنكم يلزم تردوا على ولادكم وبناتكم في سن المراهقة. نهج التريبيونال، قضية اليوم نص عماد بن حميدة على EFM.